لحد عالدنيا الظلام مستوحشة كل البشار، قبل زكي برد وسلام كل يوم يثرينا درر. كلمتين مع زكي حسنين. كلمتين مع زكي حسنين. علاقة نوف بصديقتها نوها علاقة غريبة جدا، فيها ود متبادل ولكن في شيء من عدم الارتياح تعيشه نوف. هي تقول إنه نوها صديقة جيدة ومؤدبة وراقية، ولكن فيها خصلة مزعجة جدا. نوف تحس إنها هي الطرف اللي دائما يقدم التضحية والهدية ويقترح مواعيد اللقاء، وصارت بمرور الوقت تحس إنه العلاقة بينها وبين صديقتها ما هي موزونة، وتحس إنها جالسة تودع في رصيد الصداقة أكثر من اللي تسحبه. ألين قررت نوف إنها تقلل من حرصها على اللقاء وتقلل من لهفتها وتصنع شيء من البرود البسيط في علاقتها بنوها. الغريب اللي لاحظته نوف إنه استراتيجيتها الجديدة أثمرت بشكل فوري، صارت صديقتها حريصة عليها وبدأت العلاقة تتحول إلى علاقة أكثر اتزان، وعادت المياه إلى مجاريها وأحسن، وما زالت الصداقة متينة بين نوف ونوها والحمد لله. الكلمتين بعض العلاقات تصير جيدة لما نقلل من حرصنا عليها، والعلاقات الإنسانية تكون في أحسن أحوالها لما تكون متزنة، الكل فيها يعطي مثل ما يأخذ. وفي أمان الله. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين. كل يوم يثرينا درر.